أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. تعتزم شركة سكك الحديد الإيرانية تدشين خط قطار بين طهران والعراق على المدى القريب. وأضافت الشركة أن تدشين قطار سياح مع العراق مدرج على جدول أعمال شركة سكك الحديد الإيرانية، مشيرة إلى أنها تنوي إطلاق القطار لنقل السياح العراقيين إلى عدة مدن منها قم ومشهد. هذا وتفرض إيران هيمنتها على معظم مفاصل الدولة في العراق حتى الاقتصادية منها. أطلق مصيف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف أنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 5000 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية. يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة شاب ملف توزيع سلف الموظفين عن طريق بطاقة الماستر كارد فساد كبير واتهامات بتورط جهات متنفذة فيه. ضبطت هيئة المنافذ الحدودية عجلة محملة ببضاعة تم التلاعب بمعاملتها الجمركية وهروب سائقها في منفذ زرباطية الحدودي. وقالت هيئة المنافذ إنها تمكنت من ضبط معاملة جمركية منجزة من قبل مركز الجمرك تم التلاعب بوصف البضاعة وهروب سائقها مما سبب هدرا في المال العام في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسطة. يشار إلى أن العراق تكبد خسائر هائلة نتيجة تفشي الفساد في المنافذ الحدودية المتمثل بتمرير بضائع غير قانونية أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم أو تخفيضها أو التلاعب بالكميات التي تدخل البلاد. وفي الإطار نفسه قالت هيئة المنافذ الحدودية إنها ضبطت شاحنتين محملتين بمادة القير الخام تم التلاعب بحمولتهما في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان. وأضافت هيئة المنافذ أنه بعد ضبط العجلتين خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري تبين أن حمولتي العجلة الأولى والثانية تخالفان الحمولة الحقيقية بفارق 19 طنا للأولى و18 طنا للثانية. قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو في العراق أنها مستعدة لتوفير الدعم اللازم لتحسين الواقع الزراعي بكردستان العراق. وأضافت المنظمة أنها ستعمل لتوفير الدعم اللازم لتحسين قطاع الزراعة وسبل العيش وخلق فرص العمل في كردستان العراق، إذ تعاني محافظات كردستان العراق من ترد في الواقع الزراعي، الأمر الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي العام. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.